استاذ ماهر من الغربيه اتفضل. استاذ ماهر. الو ايوه يا استاذ سامي اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك انا اتصلت عليك يوم الاحد اللي فات غير اللي فات ده. ايوه يا استاذ سامي سامع حضرتك اتصلت يوم الاحد. أيوة. اللي قبل اللي فات عشان كارت الذكي اللي هي عليها مديونيه المصريين يعملوا لي فيها. احنا كلمنا وكيل وزاره الزراعه في الغربيه وحددنا لك ميعاد، رحت قابلته ولا لا؟ لا ما هو ما اتصلش عليا ما حدش كلم. يا استاذ احمد ويا استاذ عزيز احنا المشكله دي قلنا هنوصلها لوكيل وزاره الزراعه في الغربيه، قال لكم ايه؟ انا بكلم الاعداد معاك يا حاج ماهر، خليك معايا انت. أيوة حاج ماهر انا فاكر مشكلتك، انت لسه مكلمني وانا فاكرها، انت كنت قلت لي رحت اعمل الحيازه فقالوا لك انت عليك مديونيه مش هنديك الحيازه، صح؟ ايوه تمام؟ ايوه باشا. فاحنا بلغنا المشكله دي لوكيل وزاره الزراعه بالغربيه وقال ان هو هيبحثها مع مدير الجمعيه واداره التعاون الزراعي. اديني أيوة فرصه في نص الحلقه يكونوا كلموه تاني، كلموه تاني يا استاذ احمد اعرفوا انت الجمعيه اسمها ايه ومركز ايه؟ الجمعيه اسمها اقوى الحصه. جمعيه الحصه؟ اقوى الحصه. اقوى الحصه. طبعا بنت قريه مشلي. مركز ايه؟ كفر الزيات الغربيه. كفر الزيات. حاضر يا حاج ماهر، بشكر حضرتك. كده كماوي الشتوي ضاع علينا وكماوي الصيف وكماوي. انا دلوقتي انا ماليش علاقه بكماوي الشتوي، حضرتك بلغتني ان في مشكله في بدايه الموسم الصيفي، انت عليك مديونيه بتاعت ايه يا حاج ماهر؟ بيصرفوا فيه دلوقتي. انت عليك مديونيه بتاعت ايه يا حاج ماهر؟ نعم. عليك فلوس بتاعت ايه؟ الفلوس اللي هو بتاع القروض اللي كانوا بيعملوها دي. طب ما دفعتهاش ليه؟ ما هو مثلا احنا كلنا لسه يا باشا كله عليه بيدفع. يا حاج ماهر انت واخد قرض لايه؟ بتاع ايه؟ ماشيه؟ ايوه كان قروض من الزراعيه اللي كان بيعملها من زمان دي. يعني في مديونيه للبنك والبنك بينه وبينك مشكله تقاضي صح؟ ايوه فده موقفلك التعاملات بتاعتك. طب انت ما ابتديتش تحل المشكله بتاعت القرض دي، انت عليك كام؟ مش عارف والله، هو حساباتهم هم بيعملوها لا انت لازم تبقى يعني ايه، انا عليا فلوس ومش عارف كام، هتسيب المشكله كده ماشيه على طول العمر؟ مش عارف. لا مش ماشيه طول العمر. لا يا حاج ماهر انت بتطالب بحقك وانا بقول لك انا هجيب لك حقك. وانا برضه في نفس الوقت بقول لك زي ما عليك فلوس ما تسيبش تعد فوائد وغرامات. أيوة. انت تروح البنك وقول له انا عايز كشف حساب اعرف عليا كام علشان ابتدي جدول ابتدي اسدد، انما الفلوس بتاعت الدوله مش هتسقط. لا مش هتسقط يا استاذ سامع. ايوه الدوله شايف كل الفلوس عن كل الناس وفي متعجلها ست شهور على يا حاج ماهر. يعني حاج ماهر حاج ماهر. ايوه يا باشا اتحرك بالتليفون كده واسمعني. انا انت خدت قرض عشان تشتغل بيه في الثروه الحيوانيه. ايوه انت لازم ترجعه علشان غيرك هياخده ويستفيد منه. لو الدوله اسقطت كل الديون عن الناس يبقى ده كده ضياع لحقوق المواطنين. مفيش حاجه اسمها اسقطت، دي كانت وعود موجوده في بعض في سنوات قديمه وما اتحققتش. فاحنا النهارده زي ما انت بتطالب بحقك انا بقول لك روح تابع مع البنك، اطلب كشف حساب، شوف ايه اللي ليك وازاي اللي عليك. انا النهارده لما وكيل الوزاره يكلم مدير البنك هيلاقي ان انت متعسر ومديون. بشكر حضرتك يا حاج ماهر، بشكرك يا حاج ماهر. يعني دي حاجه حقيقيه لازم زي احنا بنشتغل كلنا. احنا كلنا في مركب واحد يا جماعه. وممكن يكون في ظروف انا متعسر. لكن ما سيبش الموضوع مفتوح. اصل هما هيبقوا يسقطوها، ما فيش حاجه اسمها يسقطوها. في حاجه اسمها ان انا اروح اطلب كشف حساب اعرف ايه اللي عليا. نطالب ان الغرامات يتم اسقاطها، الفوائد ما فيهاش كلام، نبتدي نشوف حل المشكله، انما تبقى مستمره.